جاكي بالون. الحديث الآن عندما في كل مرة نتوقف عند فريق من الفرق الجزائرية، بعد سياسي شباب قسنطينة ونادي أتليتيك بارادو وشباب بلوزداد ومولودية الجزائر وفاق سطيف، اليوم سنتوقف طبعا للحديث عن نادي هلال شلغم العيد. لكن قبل أن نغوص في الحديث عن مشاكل هذا الفريق التي بدأت مع بداية الموسم، نستمع لانطباعات بعض مناصري فريق هلال شلغم العيد الذين يتحدثون بمرارة وحسرة على وضعية فريقهم في ميكروفون صادق مقراني وهو مشكور على ذلك. هو الفريق تاعنا فريق قلب هلال شلغم العيد، رانا لحد الان شو راهو الدر كامل راهو على المناصر وراهو على الناس هذه اللي راهي واقفه والناس اللي مخليه شغالها وراهي مخليه اولادها ومخليه ديارها وراهي تجري مع الفريق هذا. ان شاء الله احنا نتمنوا ان شاء الله من السلطات تدير حل للفريق، احنا ما نقولوا لا فلان لا فلتان. شي مؤسف وشي صرا للهلال هلال شلغم العيد. هذا الفريق اللي صعد عنده سنتين القسم الوطني الاول، فريق يديبلاسي بالانصار ما كان حتى واحد، ناشدنا كل السلطات صمت رهيب ما عرفناش على واه. اليوم توصلت لدرجه بني من الماتش تاع لامسيو والانصار هما اللي مديبلاسين بالفريق هذا. شلغم العيد همسنا والله كارثه كبيره، والله العظيم كارثه كبيره. نطلب من الشركة والإدارة اللي كانت يوليو بقوة، احنا معاهم، احنا معاكم، وليو بنعود فريق بك، فريق طاح ما قدرش صاي. طبعا يتحدث بمرارة وبحسرة وببكاء على فريقه المحبوب. نعود للمرة الألف، كل الفرق الجزائرية فرق عريقة، وكل الفرق الجزائرية حتى التي لم تنل الألقاب وتلعب في الأقسام السفلى هي أيضا قدمت شهداء لهذا الوطن، وحتى هذه الفرق تستحق أن تكون لها أموال وأن تكون لها شركات وطنية. فكفانا اليوم بكاء على أطلال إلا على فريق أو فريقين أو ثلاث فرق، وكأن هذا الفريق ليس بفريق جزائري وليس بجزائريون. زد على ذلك هذا الذي السؤال الذي يحير لا تحرك من طرف السلطات المحلية ولا السلطات الولائية ولا تحرك من هذا القبيل، ورئيس نادي وضع الفريق كرهينة وغادر رفقة المسيرين واشترى الأسهم ب 65 مليون سنتيم. لك عزيزي المشاهد ومناصر هلال شلغم العيد، 65 مليون هذا الفريق ولا تاعو، ملك تاعو، ملكية ولا وراثة، وغادر دون حسيب دون رقيب ودون أن يفتح تحقيق حول فريق هلال شلغم العيد. كل صراحة بلالي عشري دون لغة ديماغوجية، نتمنى الصراحة اليوم نتمنى أن نعطي الجديد لمناصر هلال شلغم العيد. وش الوضعية تاع الفريق كل صراحة الغامضة؟ أقول والله يا كمال اليوم أنا نتكلم كمناصر فضل. اليوم فريق هلال شلغم العيد يعاني الويلات، ما كان أنا أتحدى أي شخص في الجزائر وأي جزائري يجي يشوف شلغم العيد، يجي يشوف هلال شلغم العيد وش عايش من 22 أوت السابق إلى يومنا هذا. فريق لا رئيس ولا مدرب ولا مسيرين ولا لاعبين. لماذا؟ نجيك من الاخر خلاص، الفريق اصعد ومدير او رئيس مجلس الاداره السابق هو الاداره تاعو بارك الله فيهم صعدوا، كونوا الشركه الرياضيه كونوها فوس، لان هلال شلغم العيد هذه راه يسميوها هلال بلدي شلغم، عندها ناس ماتوا على جالها، عندها انصار ماتوا على جال هذا الفريق. يتباع الفريق هلال شلغم العيد ب 35 مليون الى رئيس مجلس الاداره. 35 من 65؟ لا لا 69 مليون تاعو هو، انا نهضر على 35 مليون الى ما كنتش 35 مليون النادي الهاوي يتباع الى الرئيس. هو مش ذنبه، هو تباع، لكن هل هذا البيعه هذه النادي الهاوي الذي يحمل الهويه يحمل التاريخ يحمل الالوان، هل صادقت عليه الجمعيه العامه؟ هذه اول حاجه، هل صادقت عليه الجمعيه العامه؟ زيد ضيف الى ذلك هذا رئيس مجلس الإدارة استقال، أنا نقول انسحب. كيف انسحب؟ استقال باستقالة مكتوبة على مواقع التواصل الاجتماعي. السلطات أنا تكلمت معهم ما وصلها حتى استقال، صح؟ سلطات ولاية ولا رسمية ولا ما يهمش، هو نيتي با اوبليجي، ما كانش حتى باش يديلها، باش يديلهم. علاه؟ لأنه استقال من على رأس الإدارة، على إدارة هلال شلغم العيد. لكن والأعضاء أنتم اللي راهو كاين أعضاء النادي الشركة، أعضاء كامل، واش قاعدين ديروا؟ ما تحركوا، ما داروا اون بيتيسيون مع بعضهم، ما كونوا حتى ويجتمعوا مع بعضهم ويزيدوا الأسهم تاع النادي الهاوي اللي 35%. صحيح أنه ما يقدروش يديروا
لا هو مفتح حتى راس مال الشركه مفتحهاش لحد الساعه. وكيفاش يشري اسهم تاع النادي الهاوي دون انه شرا في الصيف؟ خلاص داروا شركه رياضيه اللي هو الكابيتال تاعها ب 100 مليون سنتيم، 35 مليون تاع النادي الهاوي، 69 مليون تاعو هو، وبقات سته تاع بعض الاشخاص، ست اشخاص، مليون سنتيم مليون سنتيم مليون سنتيم. فهو استقال وراح، راح المهم راح عنده شغله وراح. لكن هل شركة أو هل يعني افتح رأس مال الشركة الموسم الماضي في 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 النص يعني تاع الرابطة أو النص تاع الشامبيونا دار خلال شهر كامل، قال نفتح رأس مال الشركة خلال شهر، شهر وغلق وخلاص ما جا حتى واحد. لكن بعد نهاية الموسم ما فتح رأس مال الشركة، ما لحد ساعة فريق، المهم انسحب يوم 23 أوت، بقاو يومين أو 22 أوت، بقاو ثلاث أيام الفريق رايح فورفي جينيرال. الانصار مساكن اني جايك، الانصار تاع هلال شلهم كامل تنقلوا للولايه، شافوا الوالي السابق، تكلموا مع الامين العام، راحوا الرئيس البلديه، رئيس البلديه ما عنده ما دار لهم، يعني اضرب معاهم، قال لهم لازم حضور رئيس مجلس الاداره. واتصلوا به؟ اتصلوا به، ساعات يجاوب ساعات ما يجاوب، ساعات يقول اني جاي ومن بعد ما يجيش، المهم هذه انا من طبعا فيها. تتحمل كامل مسؤوليه كلامك، اسمح لي، تتحمل كامل مسؤوليه كلامك، وحتى نكون منصفين موضوعيين ونظر مسهام على اي شخص بامكان هذه الاداره التي يتكلم عنها السيد عاشوري ان ارادت حق الرد فالرد مكفول دستوريا وقانونيا. فمرحبا بكم في برنامج حكي بانون. وش اللي خلى عبد العالي عاشوري يجي في هذه الظروف الصعبه والظروف العصيبه وبعدها يغادر؟ رغم للامانه جبت خيره اللاعبين، انا اقول خيره اللاعبين المتواجدين اليوم يوسف ميمون في فريق هلال شلغوميت حتى تشارك معنا، ونعود لعبد العالي عاشوري حول سؤالي. التشكيله كانت تجد رائعه، جاب لاعبين، يعني لاعبين اللي عندهم تاريخ في القسم الاول، لاعبين اللي كما يقولوا السي في تاعهم يعني الله يبارك. لكن المشكل هنا يا كمال، لما ما يكونوش المال العصب، يعني لما ما يكونوش دراهم، والله العظيم غير تجيب شكون تجيب، يعني تتخبط في المشاكل. وين فريق ما يقدرش يدير ديبلاسمون، ما يقدرش يدير ميزوفير، ما يقدرش يدير يعني اونترينمون سيونس دونترينمون، ما يقدروش ياسيوريوها بالماء في فريق يلعب في القسم الاول. واش اللي خلى عبد العالي عاشوري ياتي في ظرف كما قلت حساس وعصيب، ياتي بلاعبين ممتازين بكل الخبره والتجربه، ولكن بعد شهر ونصف عبد العالي عاشوري يغادر؟ لا، باش نوضحوا هذه قصه فين، هذه الانصار، بعض الانصار او بعض الاطراف في شلغم العيد اللي قاعده دير يعني تخرج في كلام يعني غير صحيح. احنا اول نجيك من الاخير، احنا هذا الديريكتوار واللجنه المؤقته المسيره كان عمرها 45 يوم، انتهت 45 يوم خلاص، يعني ما جددش فينا، او ما يعني ما الديريكتوار لم يجدد لا من البلديه ولا من لماذا؟ دار طالب رئيس البلديه. لماذا لم يجدد؟ فينا نوادي اخرى الديريكتور في الحراش قاعد عامين مع بوزليمان. علاه لم يجدد؟ في فرق اخرى قاعد الديريكتور عام ونص. ها صحيت، علاه لم يجدد؟ لانه الديريكتور هذا ما كان عنده الحق باش يفتح حساب، باش يدخل الاموال، والاموال كانت موجوده، يعني نقدروا ندخلوا الاموال. صح. ما عندناش حق باش نديروا حساب. ثانيا ممكن السلطات الولايه تشوف باللي حضور رئيس مجلس الاداره السابق اجباري. احنا يوم 23 اوت انا كلمني رئيس البلديه وبعض المناصرين، ارواح ما نخليوش الفريق يروح، يعني كشفت مصير كيف نقول الدفاع تاع جنات خسرت له نفس الظروف. جيت انا وجاو معايا جماعه، كاين دي زونسيان جوار تاع هلال شلهوم العيد، كاين اعضاء من البلديه، كاين حاكم سابق، حاكم فيدرالي سابق، ودرنا ديريكتوار وصادق عليه الولي. لولا مصادقه الولي ما كانش شرعي. هذا ما حبوش يعطوكم التمديد. جبت لاعبين بكل صراحه، جبت لاعبين يملكون الخبره والحنكه والتجربه. علاه كيفاش قنعتهم؟ لا مش على ما مشاتش، ما مشاتش كما قال لك، لانه التحضيرات كانت متاخره. وفي كره القدم حاليا راح تجينا الامور التقنيه، اللاعب اللي يبدا التحضير متاخر ما يقدرش يواكب ريتم ومشاهد البطوله. جبتوا مدرب محنك وكف هو توفيق الوابح الذي لم ياخذ حقه اعلاميا، لا اعرفه لا من قريب ولا من بعيد. انا تمنيت توفيق الوابح ياتي الهلال شلهوم العيد لما كانت الاموال، تمنيت انه اسم توفيق الوابح يتداول في نوادي جزائريه تملك الشركات وتملك الاموال، لانه كفانا اليوم تهميش لبعض الكفاءات لانها لا تقطن هنا في العاصمه. كيفاش قنعت هاد اللاعبين
يجوا في فريق ما عندوش مال، ما عندوش اموال، ما عندوش مسيرين بكل صراحه. كمال اللاعبين الجزائريين كامل سواء المحليين او اللي يلعبوا خارج الوطن، يعني عندي علاقتي معهم يعني علاقه ممتازه، وانت يعني تعرف اشهد يعني اعرف ذلك اعرف ذلك. انا لما كلمت اللاعبين في الهاتف ما تفاوضتش معاهم على الجانب المالي. صحيت. انا تكلمت معاهم وشرحت لهم الوضع اللي يعيشه الفريق. صح. لكن اعطيت لهم امل، لكن امل غير محدد، لكن كاينين لاعبين اللي قلنا لهم ممكن يكون الشهر يتحل المشكل، يعني ممكن يجي رئيس المجلس الاداره يفتح الاسهم، يجيوا ناس يشريوا الاسهم. المشكل انه هذا رئيس مجلس الاداره عنده 10 ملايير سنتيم كدين، هذه حاجه، 10 ملايير سنتيم اخرى تاع اللاعبين اللي غادروا جهد تاع الموسم، يعني قداش حال 20 مليار سنتيم. احنا تمنينا انه هو يجي يتفتح، احنا 45 يوم تنتهي ويدخل هو، يحب يدخل هو، يدخلوا جيد. حليم تيفور، من الناحية التقنية الفريق الذي يبدأ التحضيرات متأخرة، والله يجيب كريستيانو وميسي وريكاردو كاكا وريفالدو، النتائج ما تمشيش معه، وزيد على ذلك نقص الإمكانات كما كان يقول لك يسميمون، والأموال غير موجودة، الميزوفر ما كاش، الفطور ما كاش، لي بريم دو ماتش ما كاش، كيفاش لعبة هذا يلعب لك كل صراحة؟ شوف أنا حسب يعني القراءة تاع يعني عبد العالي عاشوري انه ليكيب ال اي تي بريز يعني يسمو اونوتاج. صحيت. هذا شيء كما نقول لك رهيب. بون مانتونو ميم ولا دير لي ميور زيليمون، بصح اون ايكيب سي بيان في الجروب، سي لو كان ما يكونش عندك جروب مستحيل. زياده على هذا كي بديت التحضير يعني اسبوع او خمسه راك رايح تخلصها كاش، ومن بعد كي بانت العام اللي فات على بالك جيدا باللي راك رايح تخلصها كاش، باسكو كاين شويه منطق، عندك شهر ونص حتى شهرين تاع 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 لي سيكل، عندك لي ميكرو سيكل، فيه 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 امور تقنيه كثيره. لهذا يعني حتى لو عرفوا باللي رايحين يبداو، مي على بالهم باللي بيمون يوسف. تفضل. انا نظن هنا شوف جو بونس مع الاول يعني شغل الفريق شغل يعني صح القول شغل تحايلوا باش يكريوا يعني الشركه الوطنيه، سي صا، لانه الشركه الوطنيه من الشركه الرياضيه هذيك نورمالمون من 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 المفروض كاين كاي تشارج، كاين كاي تشارج، كاين من المفروض انهم يعني على الاقل لو مينيموم تاع كابيتال، لو مينيموم تاع ان كابيتال. ومن بعد دوك انت مادام الشركه خلقوها، كيفاش حاكمين يعني كيفاش الوالي مثلا، لانه الوالي هو المسؤول الاول في الولايه. ممكن ربما لو الوالي كانت عنده ربما العزيمه والاراده باش يدخل، ربما كانت يتحل المشكل في الغوم العيد. انا كنت حاضر يعني اتصلوا به لما قبل ما نديروا اللجنه المؤقته المسيره، اتصلوا به ما ردش على يعني الهاتف، ودي فوا سا دير ريبون ويقول انا نجي مثلا وما جاش. وكاين الناس اللي قال لهم كون تلقاو جماعه بار اكزومبل ديزاستور، لا، لكن لحد الان شكون اللي يقدر يعطيك 10 ملايين سنتيم باش يدي شركه؟ مستحيل في هذه الظروف. مستحيل. الكل الان يقول باللي هلال شلغوم العيد ظروف العام اسقط. كمال نقول لك حاجه، احنا رانا درنا فريق في نهار، نتذكر يوم كنت في التواصل معك، نتذكر في يوم واحد فريد بهذا اللاعبين. شاف معايا مليح مويسي هو الحارس تاعها تاع العام اللي فات. صح. مرسلي لعب في مولوديه العاصمه، مولوديه العلمه. صحيح. لا باس به. دباري بالامس القريب كان اساسي في المنتخب في المنتخب المحلي. صح مسجل 5 اهداف. صح. صحيح. طالبي لاعب نجم مقرى، لعب موسم قراوي قطع اساسيه، قراوي قراوي كل خير من احسن اللاعبين في وسط الميدان. صحيح. ايت عبد الملك لاعب اتحاد الحراش. ايت عبد الملك لاعب اتحاد الحراش. بالنسبه للاتحاد اللاتيرو غوش خميسي يلعب في اتحاد العاصمه. عقول كما قلت مهدي، كون يجيبوا كريستيانو رونالدو ما نقدروش نربح على فريق لي 15 يوم هذه اللي فاتت تاع لاتراف ما دربوش. ونزيد نعطيك اسمح لي كامل باش الناس تعرف لاعبين تاع هلال شلغوم العيد دوكا شحال رانا قريب 4 شهور او 3 شهور. صحيت. ما دار فيهم واحد ولا اضرب، ما داروش اضرب هاك معايا، ما داروا لا غريف لا والو. لي جوار ماهمش خالصين، لي جوار هذو ماهمش خالصين. شوف ما داو حتى دورو واحد فريد ما داوهش هاك معايا، ما خلصوش. الستاج بلوكي تاع الصيف تاع الباز ما كانش هاك معايا كمان، هذو ما كانش. بالنسبه لل
بالنسبه للديبلاسمون، لي ديبلاسمون شكون اللي راهو يصرف في لي ديبلاسمون؟ لي ديبلاسمون رئيس البلديه هو اللي راهو يمشي في الفريق. الفريق كما كانوا يحكي المناصرين ما عنده لا رئيس الان ولا مسيرين ولا والو، احنا ديريكتوار خلاص المده تاعنا خلاص ما نقدروش نوليو بصفتنا واش ما عندنا ما با حاجه رسميه. هل ما حز في نفسك انه بعض الانصار اتهموك جيت وغادرت ما عندك جيت في ظرف حساس وظرف خلينا نقولوا عصيب يسلمون هذا النكران النكران الجميل ايضا هذه الصفه لازم تتنحى من المجتمع الجزائري. هذا السيد مانيش ندافع عليه كمانجر كخبير يبيع لاعبين منا ولا منا بلي ترونسفير ولا باس به، والشيء اللي خلاه يجي للمشكل ويجي للمشاكل وبعد يسمع كلام اللي اثر وحس في نفسيته بكل صراحه. شنو كرة القدم هذه ما جاش من الخير، ما كانش شركه بلا شغل بيان سور ما كانش اموال ما بداش بوست العمر يدي سي كون اكزاكتومون ولا 100 مليون بار موا اكزاكتومون. ياك هكذا يعني المشكل للاسف يا كمال على بالك هذا لو ميتي تاع 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 الفوتبالور، ميتي تاع مدرب تاع رئيس تاع سي تي ميتي انغرا دونك شغل لعبك قد ما دير قد ما تمد للفريق الناس عندهم لا ميموار كورت يعني il suffit يكون لو شغل لو بروميير بروبليم اللي يجي الناس قاعد تدور عليك دونك مالوريزمون هذه هي سي بور الناس مدت الملايير ناس مدت ملايير وملايير ملايير وكما يقولوا شتموهم وما خلاو لهمش دونك مالوريزمون هذا هو يعاود يرمينا في التعفن اللي راهو في كرة القدم. فريق في القسم الأول فريق محترف اللي عنده هاد المشاكل والله العظيم غير سيء. نجيك بداليك شوف هي كما يقول لك نعود نقولوا شوية الوراء هو صحيح سعدو سعدو نظن دو زاكسيسيون كونسيكوتيف لا هذا الموسم الثاني في القسم الأول قسم. سهل ربما سهل باش تصعد لكن صعيب باش تقعد في هذيك بور ديوري في لا ديون هاي صعيب. شوف الفرق اللي كانت كيما نقول لك ضمن النخبه وسقطت ويعني تعرف باللي لا شوت اللي دور يعني صحيح. تزيد تسقط وتزيد تسقط تحتها خاصه انه الفريق حسب ما واش انا نشوفه راهو يلي كيما نقولوا احنا جيري بار لا رو ليفري على لوي يعني ليفري على لوي يعني كيما نقولوا احنا اون بارونتيز قضيه الامر شيء كمال نقولها صراحه ما عندناش حاجه نخبيوها والاداره كما قلت انت الاداره السابقه ولا رئيس مجلس الاداره يحب يجي هنا يجي احنا ماناش راهي نقولوا رئيس مجلس الاداره هذه راهو لص او سارق وكذا وكذا لا رانا ننتقدوا حق مشروط. بالنسبه للانتقاد لما ينتقدك واحد ذكي يخليك صح تتحرك تبحث عن الحلول الليل مع النهار ما نرقدوش احنايا في الديريكتوار الوقت هذاك ما نرقدوش باسكو تو ريسوا اون كريتيك دان انتيليجون. اما كي يجيك واحد ابروتي ويقول لك اللجنه المسيره هذه تاع النهب والاحتيال يعطينا حساب برك حساب وين دخلوا الاموال تاع السبونسور. انت نعطيك مثلا ما كريتوش دي بوست تاع بلالي عاشوري ما كريتوش دي بوست ما كانش عندكم ان سالير كل شهر والو ما عندنا والو ما كان عندك حتى سالير بينيفول كمدير رياضي ما كان عندك والو متطوع ما درناش ما انا على الاول بعد قلت لهم قبل ما نكونوا ديريكتوار ما نحتاجش زيد ما نحتاجش بوست في هلال الغملي. زيد حاجه اخرى كمان لما السالاريال الكتله الشهريه تاع الفريق تصيك عليها الموسم الفارط كان 2 ملاير و800 يعني كل شهر تمد 2 ملاير و800 تخلص اللاعبين تاع كام كاينين خمس لاعبين العام اللي فات ما لعبوا اوكين مينوت ما لعبوا حتى دقيقه ابار لاعب لعب 30 ثانيه وراحوا شكاو بالفريق كجل اللاعبين اللي غادروا وربحوهم وهاي 10 ملايير سنتيم هذا العام هذا العام مليار و700 احنا رانا في المرتبه الثانيه وراء اتحاد خنشله طبعا اغلى راتب في ظل الازمه الماليه اغلى راتب شحال اقل لاعب اقل عندنا احنا لاعب هو 25 مليون واغلى اغلى هو 140 مليون الناس راهي تتكلم على 150 مليون انا نتكلم بلا ما نذكر اسماء اللاعبين. انت لاعب يلعب في المنتخب الوطني المحلي لاعب مسجل خمسة اهداف وهو مدافع مسني الموسم الماضي 270 مليون ينقص لك وتتقابض معاه وتتهاوش معاه وتتفاوض معاه حتى يهبط لك الى 140 زيد كاين حاجه انا لم اتفاوض مع اللاعبين
رئيس الديريكتوار هو اللي تفاوض، لكن انا نقول نتحمل. لانه كان يقولوا انه كانت اتهامات بانه عبد العالي عاشوري كمانجر استغل منصبه، استغل ما سأعود لك الجزء الرابع، استغل منصبه، استغل معارفه وعمل طبعا كمانجر وتفاهم اللاعبين متى لقى طبعا باخذ الاجره الشهريه. هذا السؤال الذي سيجيب عليه عبد العالي عاشوري في الجزء الرابع. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا لان الحديث شيق حول هلال شرم الأداء. من جديد نحييكم في الجزء الرابع والاخير من برنامج احكي بانو. الحديث لا زال مستمرا متواصلا حول هلال شلغوم العيد، والسؤال قبل الفاصل كان متعلق حول الاتهامات التي طالت هذا الرجل عن المدير الرياضي السابق عبد العالي عاشوري. طبعا اتحدث حول استغلال منصبه في الديريكتوار واستغلال مهنته كمانجر. والله يا كمال انا راني بالعكس، انا لهذا اللاعبين اللي جبتهم ممكن هم يسمعوا فيها راني حشمان منهم، يعني كانوا معلقين عليا آمال كبيره، لانه يعني تخيل انه فيه لاعب كلم ضو على وجهك على بالي ولاعب دولي اي جو على وجهي ود لاعب دولي قال لي انا راني نفكر باش نحبس كره القدم ونروح نخدم عند واحد بريفي، يعني كارثه. لاعب تعطي ارجونت بوش، هذو اللاعبين كي جبتهم تفاوضوا مع رئيس الديريكتوار، مانيش انا اللي تفاوضت معهم، مانيش انا اللي حددت الاسعار او يعني اللي صالير، لكن نقولها اليوم ونزيد نعاودها انني وقفت مع رئيس الديريكتوار، يعني ساعدته ضد اللاعبين، يعني تفاوضنا وهبطنا انا وياه، تفاوضنا مع اللاعبين ودافعت مع رئيس الديريكتوار ضد اللاعب وهبط يعطيه الصحه وهبط لا ماسالاريال الى غايه مليار و700 مليون وزيد حاجه اخرى. حنايا انا وياه نقولها اليوم صرفنا من جيوبنا باش مشينا هذه المباريات، من جيوبنا اضافه الى اليوم الفريق بدون مسيرين حتى رئيس البلديه يعني يعطيه الصحه ومشكور. لا لا الفريق ما كانش ميزوفير، ما عندهم لا ما كانش حتى لا لا ماشي لا ميزوفير اللي ما كانش ما كانش الفندق وين يباتوا ما خلاهمش حوزهم ما كان. وين راهم دوك اللاعبين؟ اللاعبين روحوا حتى في هذه الفتره هذه اللي راه يقعدوا فيها هذه لاكريف هذه، اللاعبين روحوا ما داروش اضرابهم ولا تفاميلا راهم غايبين. والله يا كمال لا اضراب ولا شيء، منين يكلموهم يجيهم ساكن، واحد يدير 100 كيلومتر، واحد يدير 1500، يعني عيب. يشبهون بكل صراحه، الاتحاديه التي تملك الاموال وتملك الامكانات وتتكفل طبعا بالمنتخبات الوطنيه هي ايضا اتحاديه، ليست اتحاديه منتخب وطني او منتخبات وطنيه، هي اتحاديه كره القدم الجزائريه، اي هي الوصيه على هذه الانديه. ما تقدرش اليوم الاتحاديه تتخذ قرار التكفل بهذا النادي، على الاقل بالمبيت، على الاقل بالاكل، على الاقل بالتنقلات. كمال مثل ما اتخذت قرارات تاع حقوق البث التلفزيوني بارك الله فيك في 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 بعض مع بعض الفرق، ممكن تاخذ قرار فيما يخص فريق شلغوم العيد بالطبع. يعني اهلي ماذا؟ لانه في الحقيقه هي ما تجيش. لا اسمع لي ولا غنكمل. علاه اللي برونس؟ معليش معليش معليش، لا لا نهضروا بيسك دوك نفهم هذوك يكلفوا واحد يديروا واحد كممثل. لا لا سي عاشور، يعني حنا نهضروا احنا نهضروا جوستومون لو كان دوك نولوا هكذا احنا بيسك انا نهضروا من الباب انه الفيدراليه تحب تدير السوسيال، موالفه تدير السوسيال مع بعض الفرق، الدير سوسيال مع شلغوم العيد. ونولي لكلامك نورمالمون من المفروض ما نهضروش هذه الهضره كاع، لانه علاش؟ لانه هذا فريق محترف، هذا فريق محترف ما قدرش يواجه مصيره ينزل، وكنا هضرناها وشاك فوند اللي نهضروها كمال، انه لو كاي دي شارج ما كان حتى فريق اللي راهو يحترم في الكاي شارج تاع الفرق المحترفه. للاسف حالي تيفون للاسف اقول للاسف. علاش قلت لك انت هضرت على الفيدراليه موالفه تعاون، كي تشوف فرق اون ديتراس موالفه تعاون موالفه تساهم تاخذ حلول ترقيعيه ان صح القول، تاخذ حلول ترقيعيه يعطيك صح من غير تروح بصح. انا سؤال راني حاب نطرحه. تفضل. في ظل واش صاير في شلغوم العيد، واش هي الحلول المستعجله اللي نشوفوها على المدى القريب؟ لانه هذا الفريق انا نشوفه فيه راهو رايح للمتحف، او رايح كما قلت انت مديت لنا مثال على فريق تاجنانت، فريق تاجنانت جاز وراه فريق تاجنانت راح، دونك هلال شلغوم العيد راهو على درب أنا فريق تاجنانت. هل بامكانك التدخل؟ الحل الوحيد الان، الحل الوحيد في عوده الهلال، يعني نهضروا حسابيا، هل الفريق سقط حسابيا؟ لا كوتش لا بارك الله فيك. حضور رئيس مجلس الاداره اجباري، لازم يجي يفتح
راس مال الشركه يجيو اللي حاب يشري يشري، يبقى مشكل تاع ال10 ملايير تاعو و10 ملايير تاع اللاعبين اللي راهم. شوف الفريق هذا وين راه هذا؟ كارثة. هذا الرئيس النادي اللي يخلي الفريق اللي راهين، اسمح لي. هذا هو هذا الفريق، اسمح لي، هذا الفريق اللي ماتوا من اجل رجال. هذا الفريق اللي يقدم شهداء. هذا الفريق الذي يمثل منطقة ويمثل مدينة ويمثل أنصار. هل هذا الفريق ملك هذا الرئيس؟ هل هو ولد لهذا الرئيس؟ هل هي اليوم الشرعية الوراثية والشرعية التاريخية اللي تخلي اليوم للأسف هاد الناس تتحكم في مصير الفريق؟ بصح كاين سلطات امنيه، كاين سلطات سياسيه، كاين سلطات محليه، يتصلوا بهذا الشخص، يفتحوا مع تحقيق، يتكلموا معه، يعني قانونيا هل درتوا امور قانونيه من اجل اعاده الفريق الى 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 ابنائه؟ بارك الله في كمال هذه النقطه. بالنسبه للديريكتوار لما كان يعني سير الفريق، رئيس ديريكتوار بعث ميزون دومور ثلاثه يعني الاعذارات، لا ميزون دومور الى رئيس مجلس الاداره اللي كان غاب على الحضور، رئيس مجلس او رئيس البلديه، دار لويسي جوستيس، دار محضر قضائي للرئيس المدير او رئيس مجلس الاداره اللي غايب، حتى السلطات الولائيه راسلوه ما جاوبش، وفي بعض الاحيان يجاوب يقول مثلا اني جاي، او لكن لحد الان ملموس ما كانش، او لازم يعرفوا انصار هلال شلغوم عيد، او الدكتور كان متسبب في هذه النتائج ولا الانصار، او جينا مطوعين صدير دي فولونتير، مشكل رئيس المجلس الاداره هو البروبليم في الشيء هذا، هو المتسبب في الوضع اللي راه اليه 20 مليار سنتيم دين. والله يعني حسب الكلام تاعو، يعني لو نكونوا يعني المنطق، لو نتبعوا المنطق، انه هذا لونسيا يعني في البريزيدون اللي كيما نقول لك ما تهموش ولا ما على باليش، بصح هو راهو حسب يعني يعني كيما نقول لك الكلام، راهو اكبر من كاع الناس تاع شلغوم العيد، يعني كاع تاع شلغوم العيد ما قدرولوش. نظن هذا الله اعلم، ما قدرولوش يعني نظن باللي شكوني وما ادراك باللي شكوني في ميلو اسي، وجا نهار وغادر ميلو اسي بالاموال تاعو، باللي شكوني جا نهار وجاب الالقاب لميلو اسي وغادر ميلو اسي، هذا ما جاب والو. صعد بهيلا شلغوم العيد قعد في القسم الاول، وعاودوا يفتحوا لك المجال باش تجينا اخويا، نعطوا لك حق الرد، ماناش نعطوا لك اتهامات، ولكن اليوم فريق هذا راه رهينا من خلال كلام مع عبد العالي عاشوري وكلام الانصار. لما يلحق المناصر يبكي، ودموع الرجال دموع غاليه يا ناس، خافوا ربي، الرجل ما يبكي العمر جلل يا ناس. وانت ما على بالكش الفريق هذا راك تتلاعب به وتتلاعب بمشاعر انصاره. كلمه ختاميه نتركوك حول الى شلوميت باش نروح لموضوع اخر. عبد العالي عاشوري، نتمنى ان شاء الله انه الاوضاع يعني ترجع كما كانت يعني من قبل اوضاع هلال شلوم العيد. نتمنى انه رئيس مجلس الاداره ان شاء الله يرجع يفتح راس مال الشركه ويدخلوا يعني اموال السبونسورينغ، ويلقاو حل. الرئيس الجديد راح يلقى حل ويتفاوض مع رئيس مجلس الاداره السابق على الديون تاعو. يبقى مشكل لا سيارال، نداؤنا الى سمع باش على غادر هذا الرئيس النادي بكل صحه. نعم. صراحه باش ما نتهموش هذا رئيس النادي ونعطوا له حقه يسميمون. لا ربما رئيس النادي، لا عفوا، ربما رئيس النادي هذا سبوه شتموه هدوه، يقول كيفاش انا مديت اموال صعد بهيلا شلوم العيد مرتين متتاليتين، قعدت في القسم الاول، واجهت اتى الانديه وعرق الانديه حرشتهم، اليوم انا نلقى هذا الجزاء. هذا ايضا لازم ناخذ الجانب، كاين لا غراتيتيود تاعك لازم نسمعوه. انا ماذا بيا كمال مهدي مقدم برنامج جحكي بالون، اعطيني الاسم تاعو بك هذا رئيس النادي. سيد بوروا. سيد بوروا، مرحبا بك في اي وقت شئت للحديث حول سبب ذهابك وعدم رجوعك، لكن صح انا نعطوك الحق، ولكن في الجهه الاخرى غادرت، اروح قدم الاستقاله وقدم الاوراق وقدم الوثائق وغادر، والسلام عليكم، حد ما شاف حد يسميهم. لا كما قلت نوجهوا له نداء، لانه الفريق هذا راهو اوطاج، راهو محكوم اوطاج، ويغيد هذا وين بدا عامين في القسم الاول للأسف. عنده هذه المشاكل للاسف. اضافه عبد العزيز، تفضل. سيد برواق، ما كان حتى واحد تهمه باللي انت لص وباللي انت سار، لا، الناس حملوه الان المسؤوليه حول وضع الفريق. علاه؟ لا يتحملها، لان هو الحل في يده، صادير لا كلي في يده، كل ما يكونش هو الفريق ماديا ما راح يستفاد من اي يعني فلسفه. تاريخيا سيد بوروا، تاريخيا تتحمل مسؤوليه ما يحدث له هلال شلغوم العيد، لانك تركت هذا الفريق وكانه وحيدا او يتيما، وحتى الديريكتوار لا يمكن له التحكم من الناحيه القانونيه وترأس الفريق، رغم ان الفريق اعطى لك شرف انك ترأست هذا الفريق، وبه وليت معروف، وبه اليوم هذا البرنامج وبلاطوهات رياضيه اخرى وسلطات ولائيه وسلطات محليه تعرف ذلك، الى حارس دولي يستحق كل التقدير والاحترام.
دريد نصر يغادر او في مباراه اعتزاليه ستكون غدا بمثابه عرس يجمع الكره الجزائريه بوهران باشراف وزاره الشباب والرياضه وحتى ولي ولايه وهران وبحضور اللاعبين القدامى للمنتخب الوطني في فتره الثمانينات. دريد نصر ايضا حارس من احسن ما انجبت كره القدم الجزائريه من حراس والنموذج مباراه الجزائر البرازيل بغوادالاخارا 86 بمكسيكو. ممتازة صعبة دريد جاز الكرة هذه والتسديدة كم كانت رائعة وكم كان رائعا دريد الذي صد أول أخطر كرة في المباراة لصالح المنتخب البرازيلي على مرتين، المرة الثانية من أمام كازا جراندي وفالكاو. كرة ممتازة جدا عفوا من أمام كازا جراندي وكاريكا. ترجع هذه الكرة في وسط الدفاع من عند جوليو سيزار يلعبها مع جينيور، جينيور كاريكا ترجع لجينيور، أيضا ممتازة الكرة هذه يرجع لكاريكا مرة ثانية كاريكا. قوية الكرة هذه وفوق المرمى فوق مرمى كازا جراندي، سوكراتيس، أليباو، فالكاو، كاريكا وأرمادا من اللاعبين البرازيليين. دريد كان صدا منيعا للسيريساو بقيادة هذا الدكتور سوكراتيس الذي استحدثت جائزة من أجله وفاز بها ساديو ماني، جائزة الأعمال الخيرية كشخصية رياضية مؤثرة. حتى سوكراتيس في نهاية المباراة صفح كل لاعبين المنتخب الوطني وصافح دريد وقال له بالفعل كنت سدا مانعا في هذه المباراة. حاليم تيفور، دريد نصر ليس هذه المباراة بل مباريات ومباريات كثيرة، أنت كمدرب للحراس ماذا يمكن أن تقول على دريد نصر وفي هذه المباراة التي تبقى مباراة تاريخية ونشأة لاعب نحبه بزاف يسميونه سوكراتيس؟ سوكراتيس حليم والله باش تواجه هذه الأرمادة البرازيلية والله يعني ودريد ماهوش مباراة مباريات ومسيرة وقبل هالمباراة ما لعبش ضد كالعربي ضد إيرلندا وكان يعني كنت تكلمت مع شخصيا أنا قال لي كان حز في 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 نفسي هذه المباراه الاولانيه في اللي ما لعبتهاش حس روحه انه مظلوم نوعا ما وقدم هالمباراه لكن يعني كما نقول لك بغض النظر على هالمباراه يعني لا كارير تاعو اون طون كو 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 غارديان بوت كما نقولوا وهذا يعني في الجوبيلي تاعو اللي داروه ولا الشيء هذا اللي داروه راهو شيء يعني من لانه ايش ظروف ماديه صعبه طب شوف يعني بغض النظر على هذه هو يميريت بلوس كو سا يميريت بوكو بلوس كو سا يعني بكل صراحه يعني كما اقول لك كسوا من ناحيه الفيدراليه او المديريه التقنيه الوطنيه يعني كما اقول لك همشوه شويه عنده 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 خبرة كبيرة، عنده معلومات كثيرة، يعني في الحبذا أنا كنت حضرت كل تربصات وليد لو تعطيني بعض الصور لدريد نصر الله يجازيك، تفضل كنت حضرت يعني تقريبا كل التربصات نتاع المدربي حراس المرمى من 2000 22 سنة جيت ما كانش عبد علي عاشوري كلمة حول دريد نظن أنه دريد نصر الدين يعني تاريخه يتكلم عليه لا كاريير اللي يعني اللي عملها يعني سيتي اون كارير فريمون يعني كان يعني حارس في المستوى صحيح كاينين لاعبين قدامى لاعبين دوليين كي ويتي مارجيناليزي كما قال الاخ حليم لابد يعني من الاتحاديه ولو سانديكا تاع لي زونسيان جوار لازم يتحركوا هاد اللاعبين القدامى ما نخليهمش يعني يعيشوا الظروف هذه السيئه ونستفادوا من كفاءه الاتحاد العالمي بارك الله فيكم استفادوا انا نظن باللي دريد مظلوم اعلاميا وفنيا مظلوم اعلاميا من طرف الصحافه لانه يعني حتى وسائل الاعلام ما وفاتوش حقه بعد سرباحنا قلنا ما الله يرحمه قلنا ما يعني الجزائر ما تزيدش يكون عندها حارس مرمى فينالمون جا يعني دريد ونسى يعني شغل غطى الفراغ هذاك اللي خلاها سرباح. من الناحيه الفنيه مدرب اللي عنده لي ديبلوم
بصح ما يعني ما خدمش بزاف، خدم يا ربي، خدم يا ربي بالك في المسيره تاعو كمدرب، خدم يا ربي دو سيزون ولا، والناس ما كانتش يعني تسوليسيتيه، وعلاش ما على بالناش؟ سي كالكان اللي يحشم، سي وليد فاميليا، وليد عائله، وما يستاهلش كاع يتيك واش حاجه تيفور من عندنا بالفطره بالمهيبه عندنا حراس المستوى. طبعا طبعا من عبروق يعني من ناصو من سرباح من حرب من دريد ناصر من عنتر عثماني من عديد الحراس اللي مروا على العربي جمال بوجلطي كمال قادري وعديد الاسماء اللي في التال ايضا حارس اتحاد حرش نوري العياشي من بين احسن الحراس كان ايضا عندنا حراس الله يباركه. صحيح يعني علاش هذا؟ لان في كل في كل في كل يعني في مرحله كانوا في ليجون عندهم ان روبير، ان روبير كيشوف دريد يحب يدير كيما دريد. صح دونك هذا الشيء هذا علاش كيما نقول لك ما وليناش نخرجوا بزاف الحراس لان ما كانش بوكو دو روبير، هذا هو المشكل. ويعني افتح قوس بالمناسبه وباسمي باسم جميع مدربي حراس المرمى وجه كل يعني تحياتي الخالصه لنصر الدين الدريد ونقول له يعني باركوا لك في هذا المناسبه. متواجد فينا في المقرى كعضو في الطاقم الفني كمدرب الحراس، واش تقول لنا كلمه على النجم مقرى؟ النجم مقرى والله يعني بكل صراحه فريق كما يقول لك محترم، محترم من حيث التنظيم، من حيث يعني كما يقول لك الهيكله، يخدم في صمت، ما شاء الله يخدم في صمت، فيه 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 رئيس واحد اللي هو سيد بن ناصر نحيه بالمناسبه مع رجال خفاء نتاعو، الظروف يعني في المهيئه كما يقول لك بليز او موا، وان شاء الله نقوموا بسيزون كما يقول لك جيده. جيد. ووجه كذلك يعني يعني كما يقول لك تحيه للطاقم الفني وان شاء الله كل توفيق. نتمنى لك التوفيق. جاك جاك عبد الله عاشوري الى مونديال قطر الذي شهد تنمر تقول تنمر كبير وايضا كلام وبيانات وحرب من هذا القبيل من طرف الاعلام الغربي الذي يمتعض امتعاد كبير باحتضان قطر طبعا لهذا المونديال، المونديال الذي سيكون من بين احسن المونديالات في تاريخ كرة القدم العالمية. امس بقات متعددة الرياضات بشرقة وبمبادرة من المجتمع المدني بقيادة صالح ميلودي، كانت مبادرة من اجل دعم قطر في انجاح تظاهرة كأس العالم، طبعا قلت تظاهرة التي عرفت حضور الصحفيين واللاعبين وحتى السلطات المحلية وحتى المكلف بالأعمال لدى سفارة قطر سعد التفيري. المبادرة كانت أيضا جد رائعة أمس، تؤكد تضامن الشعب الجزائري وتضامن السلطات الجزائرية مع قطر بلدا ومع قطر شعبا في نجاح أو في إنجاح هذه التظاهرة العالمية كأس العالم. طبعا هذه صور خاصة بالحفلة التي أقيمها أمس. يسمون كلمة نظن كما قلت كمال، ومثل ما يقال أن قطر راح تنظم ربما أحد أحسن النسخ إن لم تكون أحسن نسخة في تاريخ كرة القدم، وربما قطر يعني يديرونجاو يعني كما يقولوا راهم مضايقين شوية الغرب خاصة فيما يخص المبادئ اللي احنا كبلد مسلم وكبلد عربي نروجوها، وما نسحقوش يعني الناس تمد لنا درس في التربية ولا درس في الأخلاق. إن شاء الله البلد العربي هذا راح يمد صورة جد مشرفة لكرة القدم وجد مشرفة للعرب. عبد الله عاشور. نظن كمال نسخة قطر راح تكون يعني نسخة اونيك يعني اكسبسيونال، يعني لم يسبق لأي يعني بلد ونظم من قبل يعني كأس العالم. حاجة أخرى نباركوا لك كمال على التكريمات السابقة. بارك الله فيك. التكريم تاع أمس يعطيك الصحة أنت صحفي يعني تو أدوني ليكزومبل وبارك الله فيك. شكرا جزيلا الشهادة اعتز بها سي عبد الله عاشور. حليم تيفور حتى نختم. حول كأس العالم، حول كأس العالم ودعم قطر يعني. دعم قطر والله يعني أنا كما أقول لك نشوف بأن قطر راح يستعملوا كل التكنولوجيا تاع 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 العهد هذا، ويعني يكون تكون نسخة يعني كما أقول لك جيدة وجيدة جدا. تفضل تفضل حليم. شكرا. ميمون كلمة ختامية.
ان شاء الله نشوفوا كاس عالم، كاس عالم كما يقولوا ممتعه، رغم ان ما زلنا نتحسروا على غياب الجزائر. ان شاء الله البلدان المشاركه الافريقيه والعربيه ان شاء الله تمد يعني صوره مليحه لكره القدم، ولما لا يروحوا يعني لادوار متقدمه ان شاء الله في هذا الكاس. عبد الله عاشوري، شكرا جزيلا لك على الحضور. كلمة أخيرة، ندائي إلى يعني كل الأطراف في مدينة شلغم العيد، يعني كانت انقسامات يعني كثيرة بين الأنصار بين الأطراف، ندائي يعني لكل الناس يعني لابد من الالتفاف بالفريق، ويعني ولا داعي للانقسامات والشتم يعني والسب، ولازم كمال يعني يدوروا بالفريق. ان شاء الله يلقاو يعني يكون رئيس او مسيرين رسميين للفريق في اسرع وقت، لانه يعني نحبوا ولا نكرهوا يعني الاموال راح تكون، يعني يبقى المشكل انه هذا الفراغ الاداري راح ياثر على الفريق. نتمنى ان شاء الله انه كل الاطراف في مدينه شلغم العيد يعني تخلي هذا شكرا كل شيء يلتفوا بالفريق. بارك الله فيك حاليا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله، ويعني انا من كما نقول لك متتبعي هذه الحصه، واليوم وقع لي الشرف باش نجي كذا، انا كما نقول لك جد سعيد. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، وانا اتشرف بذلك، كل التوفيق لفريق هلال شلغم العيد ولفريق النجم مغرافي، كل ما سنتوقف عند فريق. الشكر الجزيل لجمعيه المجتمع المنظمه المجتمع المدني بقياده سيد صالح ميلودي على التكليف الذي حظيت به امس من طرف طبعا المكلف بالعمل لدى سفاره قطر بعد التتويج مؤخرا بجائزه رئيس الجمهوريه للصحفي المحترف. تحيات وليد مرجاوي المشرف الذي ساهم بشكل كبير في الاشراف على هذا البرنامج او في انجاحه، رفقه زكي اللوس وكل الطاقم التقني والفني بقيادة مهدي حداد وكل من ساهم في إنجاح هذا العدد. يوم الاثنين عدد جديد نلتقي من خلاله الحديث في برنامج حكي بالون مع ضيوف جدد، تكون عشية أو ليلة القرعة، قرعة كأس الجمهورية الدور 32 والدور 16.